نقلت السلطات في إقليم أورابا في كولومبيا أحد كلاب الشرطة إلى مكان خارج الإقليم لتأمينه بعدما رصدت أكبر عصابة لتهريب المخدرات في البلاد جائزة مالية لأي شخص يقتله. وتعرضت العصابة لضربة قاسية الأسبوع الماضي كانت بطلتها كلبة الشرطة سومبيرا أو الشبح، حيث توصلت بحاسة الشم القوية إلى موقع 10 أطنان من مخدر الكوكايين لتتمكن الشرطة من مصادرتها.